بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صلاة التسابيح. صلاة التسابيح اختلف فيها أهل العلم كثير، واش هي صحيح الحديث فيها أم لا، وهي خرجوها أهل السنن، راه عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة وغيرهم، ولكن الاختلاف كان عند القدماء وكان حتى عند المعاصرين. المهم أنه البعض حسن الحديث فيها والبعض ضعفه. اللي كيقلد من ضعف هذه الصلاة فما كيصليهاش، واللي كيقلد من حسنها وهم كثر من حسنوها كذلك هم كثر من ضعفوها فكيصلي هذه الصلاة. إذا حنا غنبينوا كيفية هذه الصلاة، لأن طائفة كبيرة من أهل العلم حسنوا الحديث فيها. كيفاش غنصليو صلاة التسابيح؟ لأن هي متغيرة على الصلوات الأخرى وإن كانت هي صلاة. إذا كيفاش؟ صلاة التسابيح 4 ركعات. هذه 4 ركعات كيفاش غنصليهم؟ واش مجموعة؟ مفرقة؟ واش كاين التحية الوسط؟ أو ما كاينش؟ لأن الخيار في ذلك. عند أهل العلم كلام طويل في هذه المسألة، وأنا ما نبغيش نثقل عليكم بالكلام الطويل فيه، فاللي غنقول هو أنه إلا بغيتي تصليها 2 ركعات وتحي وتسلم، وتعقد تجيب 2 ركعات وتحي وتسلم فبها ونعم. الا بغيتي تصلي 4 ركعات مجموعه، صلي 4 ركعات مجموعه، لان هي راه 4 ركعات، وهاد 4 ركعات ممكن دير التحيه في الوسط وتقوم، وممكن ما ديرش التحيه تخليها حتى الاخر وتحي وتسلم. اذا حنا غادي نبينوا دابا الطريقه ديال الصلاه ديالها، وشنا هي اللي زايده على باقي الصلوات. اول حاجه هو اننا كان جيو المكان ديال المصلى ديالنا اللي غنصليو، وكنتجهوا للقبلة وكنكبروا الله اكبر. اذا بعد هذا غنقراو الفاتحة وغنقراو سورة، اي سورة من السور، ما كاينش سورة محددة هنا، ما كاينش سورة مستحبة هنا. واستحب بعض اهل العلم السور اللي مذكورة بالفضل ديالها يتقرا بها، لكن داكشي اللي حافظ انت قراه. قريتي الفاتحة، قريتي السورة، اش غنعمل؟ انا كبرت، قريت الفاتحة، قريت السورة، من بعد ما نسالي السورة غنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، غنقولها 15 مرة، حيث انا واقف في البداية قريت الفاتحة والسورة، من بعدها غنقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ومن بعدها غنكبر الله اكبر، غادي ننزل راكع، غنذكر الاذكار ديال الركوع، سبحان ربي العظيم، سبوح القدوس، داكشي اللي قديت عليه نذكر. من بعد هاد الاذكار ديال الركوع غنقول عاوتاني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، غنقول هاد المره في الركوع 10 مرات ماشي 15 بحال في القيام. اذا من بعد غادي نرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الأذكار. ثم غنقول عاوتاني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غنقولها 10 مرات كذلك. إذا وغادي ننزل السجود، غنسجد السجود ديالي، في السجود غادي نقول الأذكار ديال السجود، سبوح القدوس سبحان ربي الأعلى، وندعو بما شئت، ولكن من بعد غنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات. ومني غنوض من السجود ديالي في الجلسة الأولى غادي ندير أذكار ديالي ديال الجلسة، ونعقب نقول عاوتاني 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونعقب السجد السجدة الثانية ونقول فيها الأذكار ديال السجود، ونذكر 10 مرات عاوتاني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومني نوض من السجدة الثانية غادي نجلس واحد الجلسة خفيفة، وغنقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ومن هنا سالت الركعة الأولى. إذا اللي درنا عملية حسابية غلقوا بأن الركعة الأولى فيها 15 في القيام، وفيها في الركوع 10، وفيها في الرفع من الركوع 10، وفيها في السجدة الأولى 10، وفيها في الجلوس بين السجدتين 10، وفيها في السجدة الثانية 10، وفيها في الجلوس قبل من القيام الركعة الثانية 10. المجموع هو 75 مرة غنقول سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا في كل ركعة من ذوك الركعات ديالي غنذكر فيها هذا العدد اللي ذكرنا ديال 75، وغنقوم الركعة الثانية وغنجلس في الركعة الثانية كما جلست في الركعة الأولى. إذا كنت غنتحي ونسلم ندير جوج جوج، غنتحي ونقول هذيك سبحان الله ونسلم ونجيب جوج ثانيين، وكل وحدة فيها 75 من هاد الأذكار اللي ذكرنا. إذا كنت غادي نصليها مشروكة غادي نصلي لا درت التحية بين أربعة الركعات في الوسط غنقولها في التحية، إلا ما درتهاش ديك التحية بين الربعة، وهذا هو اللي رجحوه كثير من أهل العلم بأنني نصلي دوك الربعة متصلين، ومني نجلس بين السجد بين الركعتين، مني نكمل الركعتين الأولين ونجلس نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرات المرات، وما نتحيش في الوسط، تنتحي حتى الأخير تسليمة وحدة وتحية وحدة في الأخر. لكن في كل ركعة من دوك الركعات الربعة عندنا 75 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا بهذا الشكل غنكون كملت هاد أربعة الركعات ديال صلاة التسبيح. راه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لعباس العم ديالو، قال لي يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال، عشر خصال إذا أنت فعلت غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وجدي حديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته، عشرة ديال الخصال في هذه صلاة التسابيح. نعاودها باش تحفظوها عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه أفعل بك عشرة خصال إذا أنت فعلت غفر الله لك، المغفرة ديال الذنوب. أشنو هما الذنوب؟ عشرة: أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته، هم عشرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس إلا استطعتي هذه الصلاة، هذه إلا استطعتي تصليها في كل يوم مرة صليها، إلا ما استطعتيش صليها في كل جمعة أي في كل أسبوع، إلا ما استطعتيش صليها في كل شهر، إلا ما استطعتيش صليها في كل عام. قال لي إلا ما استطعتيش صليها في عمرك ولو مرة واحدة. إذن هذا فضل ديال صلاة التسابيح، وفضل كبير عند من صحح الحديث، وهذه هي الطريقة ديالها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يتقبل منا صلاتنا وأن يجعلنا من المقتدين بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فنشروا هذه صلاة التسابيح بيناتكم باش تعم الفائدة والمعرفة ديالها ويصليوها الناس وتاخذوا أجرها وأجرهم من غير ما تنقصوا من الأجور ديالهم شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.